انضم إلينا في نشرة الأخبار. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تقيم عملية بيع النفط وفق آلية الدفع المسبق وما سيكون بذمة العراق من النفط وفق الاتفاق مع الصين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه تجربة جديدة، يعني تجربة جديدة في العالم في نفط أوبك خصوصا، يعني تجربة لحد الآن، يعني حتى من ناحية التحليلية الاقتصادية يعني ليست هناك يعني أمور واضحة المعالم بها، لكن ما هو جيد بالنسبة للعراق، هذه يعني الصفقة ستوفر للعراق سيولة مالية تساعده في الموازنة العراقية نتيجة انهيار أسعار النفط. هذا من جانب. جانب ثاني، الجانب الآخر للشركة المستفيدة هي الشركة الصينية، هذه ستوفرها على مدى سنة كاملة، ومن ثم سيتم التعاقد لمدة 5 سنوات كاملة بنفس القيمة النفطية. ستوفر لها استقرار في أسعار النفط، استقرار في أنها تأخذ كمية النفط دفعة واحدة. بالنسبة لسوق النفط العالمي هذا أفضل من الشهري، أن أفضل من أن تشتري شهريا، تأخذ هي يعني لمدة سنة كاملة ومن ثم لأربع سنوات. هذه يعني تجارة حقيقة لأول مرة تطرح هكذا كسوق نفطية في سوق أوبك، تجربة جديدة على العراق. يعني حقيقة العراق اضطر أن يعني للدخول في هكذا تجربة، دعم من وزارة المالية للموازنة العراقية. طيب نعم. دكتور، قلت جملة ليس هناك أمور واضحة المعالم. نعم. منها أنطلق إلى سؤال التالي. نعم. أسعار النفط العالمية في تذبذب مستمر بسبب وضع كورونا واختلاف السوق. نعم. العالمية للنفط، هل يتأثر موضوع الدفع المسبق بأسعار النفط العالمية، ومن سيتأثر أكثر، الصين أم العراق؟ نعم، هذه من الأمور الإيجابية، يعني حقيقة تحفظ الجانبين وخصوصا الجانب العراقي. يباع هذا النفط حسب سعر خام برنت، سعر التحميل الشهري بنفس السعر. يعني الآن يتم دفع هو 2.48 مليون برميل من النفط، ولكن في كل شهر يحسب هذا السعر، في زيادة أو نقصان هذا الفرق لا يتحمله الجانب العراقي، يتحمله الشركة المستفيدة. فهذه الإيجابية موجودة لصالح العراق، هذه يعني نقطة إيجابية جيدة. طيب دكتور، الشحنة التي دفعها العراق إلى الصين من النفط بكم تقدر، بكم برميل؟ وهذا يدفعنا إلى الحديث عن موضوع خفض الإنتاج والتزام العراق تجاه أوبك، هل له علاقة بذلك؟ نعم، سؤال جيد. الكمية حقيقة هي 4 ملايين من النفط الخام شهريا. نعم. بمعدل 130 ألف برميل باليوم. هذه النسبة تمثل فقط يعني أقل من 5% من النفط العراقي المصدر، ليس لها تأثير أي درجة من التأثير على التخفيض لكمية النفط المباع بالنسبة لتخفيض أوبك، بل بالعكس، يعني هذا يتماشى تماما مع السياسة النفطية لأوبك، وهذا ما دعا العراق أن يحدد نفسه بهذه الكمية، لأن هذه الكمية هي غير مؤثرة يعني سعريا ولا على التخفيض في سعر أوبك. هذا من جانب. جانب ثاني، العراق بدءا من الشهر القادم سوف يعني يرتفع بإنتاجه، يعني بدءا كان من 1.6 مليون برميل، ارتفع إلى 1.8 مليون، الآن 1.9 مليون برميل، وهكذا في تزايد. فهذه النسبة يعني تقل ولا تزيد. سألتك عن أوبك لسبب معين دكتور، يعني مثلا الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة تفوقت على الصادرات السعودية في هذا الشهر. نعم. وتأتي الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. نعم. ليتقدم العراق بهذا الكم الكبير من النفط. نعم. يعني هذا يدفعنا إلى التساؤل عن موقف أوبك والمصدرين الآخرين للنفط، ومدى تأثير هذا الموضوع في اتفاق خفض الإنتاج. نعم، بالنسبة يعني القرارات تخفيض الإنتاج هو غير مؤثر. هذا من جانب. جانب مثل ما قلت لك بالبداية، هذه تجربة جديدة، حتى أعضاء أوبك حقيقة يعني لم يعلقوا على هذا الأمر لحد الآن، لأنهم لا يعلموا التغييرات المستقبلية للسياسة السوقية النفطية العالمية كيف ستتأثر. يعني الآن على سبيل المثال، الصين كأكبر يعني مستورد للنفط الخام العراقي قد أمن جزء من احتياج احتياجاته الضخمة، أو سيؤمن جزء كبير من احتياجاته الشخصية من النفط الخام لمدة 5 سنوات.
هذا يجعل الدول النفطية الثانية أوبك مثل السعودية وغيرها في منافسة، ستدخل في منافسة جديدة مع العراق لبيعها بسعر أقل يعني تحوز هذه الشراكة مع الشركات الصينية. هذا جانب. أما التفاصيل الأخرى يعني لحد الآن هي غير معروفة لأنها تجربة جديدة. يعني ولهذا التجربة حتى المحللين يبحثون عن ما هو الجديد، ما هو الجديد متى بعد أن تتم هذه الصفقة، بعد فترة معينة سيتم تقييم هذه التجربة. طيب دكتور، قلت أن النفط يقيم بمدة التحميل بالسعر الموجود للنفط في وقت التحميل. طيب الصين هي مستفيد وبالتالي تريد أن تستفيد من فقرة الدفع المسبق باعتبارها مستهلك ومستفيد ومستثمر في هذا المجال. يعني العراق أصبح أكثر التزاما في الموضوع، وهو ربما يوصف بأنه قرض من نوع آخر، ليست أموال وإنما قروض نفطية، وعلى العراق أن يتحمل ما بذمته من النفط. لا حقيقة هو 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 ليس كقرض، لأنه هو يعني بدون هذا الاتفاق هو العراق يعني مبدئيا هناك كميات أكبر بكثير تذهب إلى الصين إلى الجزء الآسيوي. يعني هذه الكمية مجرد يعني كمية جدا قليلة، مثل يعني أقل من 5%، فليس لها تأثير. وليس كما يعني يشاع الآن في الشارع العراقي أن هذه الصفقة ممكن تعتبر كرهن للنفط العراقي. هي حقيقة يعني لا تدخل ضمن هذه المجالات لصغر الكمية، كمية قليلة جدا تعود بفوائد مالية إيجابية على العراق، وضمن التقييم الأولي الاقتصادي لهذه الصفقة لا يوجد بها أي ظاهرة سلبية أو أي يعني أي سبب ممكن يعود بأضرار على الاقتصاد العراقي. طيب دكتور، الأزمة المالية دفعت العراق إلى التحرك نحو إيجاد واردات غير نفطية، نعم، كالمنافذ الحدودية وغيرها لمحاولة موازنة العجز المالي. التوجه نحو الدفع المسبق هل سيريح المضطربين من الأزمة المالية أو القلقين من الموضوع ويجعلهم يتكئون من جديد على الواردات النفطية؟ حقيقة يعني أنا يعني معك في هذا الشك والتوجه هذا، ولكن العراق يعني كواقع حال الآن في الفترة الحالية لا يوجد له أي بديل يعني عن النفط العراقي. هذا من جانب. نعم. جانب ثاني، لحد هذه اللحظة جميع الواردات الغير نفطية يعني لم تسهم إلا بإسهامة قليلة جدا، ولهذا ما زال التركيز، وهذا يعني هذا من الجانب السلبية أيضا، ما زال التركيز على الجوانب النفطية فقط. يعني كيف أنت ممكن أن تبيع كمية أكبر؟ وأيضا هناك مشكلة أخرى لم أذكرها، هناك يعني شركات جولات التراخيص سيذهب جزء من هذه الواردات لها. هذه هم مشكلة. العراق يعاني من أين سيأتي بموارد إضافية لدفع مستحقات هذه الشركات، ولكن لغاية هذه اللحظة حقيقة العراق مع كل الأسف الشديد لا يوجد له أي بدائل غير هذا البدائل الموجودة، هو بيع النفط بهذه الطريقة. الاعتماد ما زال بشكل الأكبر على النفط، رغم التحذيرات يعني المسبقة من جميع الاقتصاديين والمحللين على اعتماد واردات غير نفطية. نعم. ولكن إذا تكلمنا كواقع حال، لغاية هذه اللحظة الواردات غير نفطية ما زالت تسهم إسهامة قليلة جدا في الموازنة العراقية. طيب دكتور، لماذا لم تتم مفاتحة الصين مثلا في موضوع استثمار الغاز المصاحب كمشروع يدر أرباحا كبيرة جدا بالنسبة لخزينة الدولة العراقية؟ نعم، هذه يعني مع الأسف هذه من المفارقات، إن يعني والجمهور يعني لا يعلم أن العراق الآن يصنف هو بالمركز 11 باحتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ولكن في نفس الوقت هو من ضمن أكبر 4 دول في العالم حرقا لهذا الطاقة المهمة. نعم. يعني هناك توجه حكومي يعني منذ سنوات لاستثمار وجلب شركات متخصصة باستثمار الغاز الطبيعي. حقيقة بدأت هذه الاستثمارات، أول بداية لها في حقل أرطاوي جنوب العراق في البصرة، حيث سيتم استثمار ما معدله 400 مقمق من هذا الغاز الطبيعي. ولكن المشكلة ما نعانيه في العراق أن التوجه بهذا الاستثمار هو توجه بطيء جدا، يحتاج إلى موارد مالية، يحتاج إلى شركات متخصصة، يحتاج إلى بنى تحتية، والأهم من هذا كله يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من شأنها أن تهيئ بيئة استثمارية جيدة لهذا الغاز. من ضمن
يعني الشركات العملاقة الصين هي حقيقة مرحبة جدا بهذا الموضوع، لأن الآن معظم الصناعات الأولية في العالم تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي. يعني الغاز الطبيعي اليوم أصبح منافس للوقود الأحفوري، وهذا ما يجعل يعني العراق في 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 بحبوحة من أمره. يعني موارد كبيرة، يحتاج فقط لإدارة هذه الموارد، لأن ما يمتلكه من الغاز هو لا يقل عن امتلاكه من الوقود الأحفوري. فبالإمكان استثمار يعني هذه الطاقة المهمة في رفض الموازنة العامة له. يعني الحكومة عندها توجه، ولكن هذا التوجه ما زال يعني حقيقة بطيء جدا. طيب يعني. دكتور في